ليا معايدات وعبارات وتهاني العيد، يعني بتتصدر الموقف بعيد الأضحى وبكل الأعياد، وبتتصدر المشهد. بتمنح العيد نكهة خاصة بتوجهها التواصل أو بتوجه التواصل بين الأصدقاء والأقارب حول العالم، وبشكل الخط العربي قيمة جمالية مضافة من خلال تشكيلات كلامية بتزين أعيادنا. وللحديث بشكل موسع عن هالقيمة الجمالية بصرنا أن نرحب بالأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس الخط العربي في معاهد دمشق. صباح الخير وكل عام وانت صباح بألف خير الخير، أستاذ صباح أدهم. الخير، كل عام وأنتم بخير. أنت صباح بخير يا الخير، رب. صباح الخير ينعاد عليك بالخير يا رب. وأنتم دائما بخير بكل إن شاء الله. عيد حضرتك بتكون ضيف معنا لحتى تحكي لنا أكثر عن الخط، لحتى نحكي أكثر كيف فينا نستخدمه بمعايداتنا. وهلا مبلشين نكتب أضحى أضحى مبارك، مبارك. خلينا هيك نحكي هذا العيد شو هو الشيء الجديد، شو هو الشيء الدارج بالخط وخاصة بالمعايدات يلي بتوصل جاهزة. نعم، أولا الخط العربي خط يعني شيء متجدد وقابل نطواع لكل مناسبة جديدة وكل علم جديد، فالخط يتطور. يعني عندما بدأت الرسائل بالحمام الزاجل وضع خط خاص للكتابات الصغيرة، حتى الرسالة الصغيرة التي تربط في قدم الطائر تأخذ كمية كبيرة من الكتابات الواضحة. نعم، فكل شيء جديد في الكتابة أو في العلم استطاع الحرف العربي بجمالية أن يؤديه، واستطاع أن يوصل هذه المعلومة بشكل أنيق وبشكل واضح، تصل المعلومة ومعها شيء كثير من الجماليات ومن الإتقان. نعم يعني جبت لنا حضرتك شوي شيء من الشيء الدارج نعم بالأعياد والمعايدات اللي بتجينا على الواتساب أو حتى اللي عم نشوفها على الفيسبوك. تماما كل الوقت دائما عم تجي أضحى مبارك، معايدات كل عام وأنتم بخير، كل مرة عم تكون مرسومة بخط عربي. تمام يعني صار في تطور موضوع الخط العربي، ما بقى صارت بس عن طريق مثل ما قلت الحمام الزاجل، لا صرنا عم نشوفها هلا بالشيء المعاصر والحديث تماما واكب الخط العربي. خلينا نحكي شوي عن هي الخطوط يلي موجودة معنا هي لليوم. الخطوط. نحن يعني قبل كان كل شخص يرسل من خلال البريد العادي القديم، كان يرسل مثلا هو في له صديق مثلا في بلد بعيد، يرسل له صورة من هذا البلد مع كتابة معايدة خلفها بالبوست مع طابع بريدي وترسل. الآن التطور والتواصل الاجتماعي عبر هذه المواقع أيضا استطاع الخط أن يضفي شيء من الجمالية على المعايدة، فالناس يتناقلون المعايدات ويحبون، يعني أجمل طريقة في الكتابة أن يكون معايدته لكل الناس بهذه الطريقة. فالخط العربي هنا له أهمية كبيرة، منها هذه البوستات أنا طبعتها طباعة هي الكترونية مثلا في الأعلى أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، أيضا بخط الديواني، وفيه حركة مع بعض الألوان الجميلة توصل هذه المشاعر التي يؤديها الشخص إلى أقاربه إلى أصدقائه بالمعايدة في هذا هاي خط العيد. تاني. هي بخط الثلث، عيدكم مبارك، أيضا مرتبطة بالحج وصورة الكعبة وارتباط جمالية الحرف مع الإطار الذهبي وتداخله مع حركة الحجاج ودورانهم. طبعا الحرف العربي نشعر أن فيه حياة، يتحرك هذا الحرف والعين تتحرك مع الحرف. عندما تقرأ عيدكم سعيد تبدأ من العين إلى الياء إلى الدال كاف ميم، لا هي عم نشوفها يمكن هيك كثير ممضوع. أيضا طريقتها غريبة، يعني مطواعية الحرف، مطواعية الحرف، مطواعية يعني الحرف، وأيضا الرسمة إعطاء جمالية. عيد الأضحى، عيد الأضحى نعم كمان مكتوب هون نعم بقلب الخروف على يمكن. شكل رأس الخروف، و يعني إشارة إلى الأضاحي وإهداء الأضاحي إلى الأقارب والأصدقاء. وهنا يعني كيف الحرف استطاع أن يشكل هذا التكوين وهذا الشيء الجميل. نعم تمام. إسا أيضا يمكن معنا وحدة نعم كم هذه هي فيها عجقة ألوان، نعم فيها وفيها تداخل فيها أيضا رسم أضحى يمكن. مبارك بتناظر مرآة كأنها مرآة، أضحى مبارك بالعكس، وأيضا باللغة الإنجليزية عيد الأضحى المبارك أيضا معايدة.
قد يرسل المعايدة إلى بعض الأصدقاء يعني لا يتكلمون باللغة العربية، أيضا تكون لها فيها شيء من اللطافة وفيها يعني مشاركة من بالعيد. بعد ما تابعنا هيدول المعايدات والخطوط المهضومة والحلوة، خلينا نحكي يمكن الخط العربي صار دارج بكل شيء، يعني صار داخل بكل التفاصيل، حتى بالأزياء، حتى تماما بالموضة، صح، حتى الغرب صاروا يمكن كتير تماما يحبوا يستخدمون الخطوط، يستخدمون الحرف. الحرف العربي. أي. خلينا نحكي عن هذا التطور، خلينا نحكي يمكن قديش مهم اليوم إدخال الخط العربي بتفاصيل يمكن ما كانت موجودة. تماما، يعني الحقيقة معرفة هذا الحرف الجميل وهذا الشكل التجريدي الرائع صار يستخدم في كل مناحي الحياة، والابتعاد عن الجمود وعن هذه العولمة التي صارت من خلال الأجهزة الإلكترونية ومن خلال يعني أصبحنا نبحث عن الأشياء التي فيها روح، النبات، الأشياء الجميلة، منها الحرف. الحرف عندما يكتب باليد فيه روح، عندما يكتب بالكمبيوتر هو يعني شيء جامد، فكل الناس يعني بدأوا يتحسسون هذه الجمالية ويسعون لاستخدامها. أيضا مثل ما قلت بالنسبة لاستخدام هذا الحرف في الفنون الأخرى، يعني حتى في الغرب بدأوا يستخدمون هذا الحرف، كما يعني نأخذ نحن الحجر الكريم ونستخدمه في الحلي، هم يأخذون هذا الحرف بهذا الاعتبار أنه حرف متطور جدا، لأنه تطور عبر أكثر من 1400 سنة، كل جيل من الخطاطين يضفي جمالية جديدة على الحرف ويعطيه لمن بعده، وهكذا بالترتيب حتى وصل إلينا الحرف بألقه، بجمالياته، باستخدامه الرائع، وبمطواعيته كما نلاحظ في كل شيء يوكل إلى الحرف العربي، يكون الحرف العربي يؤدي هذا المعنى، أول شيء ثقافيا كفهم للعبارة، وشيء ثاني الجمالية في يعني الحرف. سيد أدهم، وقت عم تحكي لي فعلا انه برا بأوروبا صار عم يستخدموا بالأزياء كتير خطوط عربية واضحة، يعني صحيح، جدا عم تكون تماما، عم تسحر يمكن الناس وقت عم يجي بفساتين سهرة او تمام، ايضا بأزياء بلوحات، يعني لوحات، حتى نعم، صوفيا، الرسامين عم يدخلوا بلوحاتهم حرف عربي معين، دلالات وجود الحرف العربي برا البلدان العربية. نعم، قديش لك كمان هي أهمية كتير كبيرة تمام، وانتشار الواسع انتشارها، للإشارة. يعني أول شيء الثقافة، انتشار الثقافة العربية، وأيضا هو هذا الحرف العربي من القديم، عندما كان الحرف العربي يصل إلى بلدان كان له كلمة وله سيطرة، حتى يعني كثير من اللغات تكتب بالحرف العربي، مثلا اللغة الفارسية تكتب بالحرف العربي، صحيح، كانت اللغة القديمة العثمانية تكتب بالحرف العربي، حتى شرق آسيا كانوا يكتبون بالحرف العربي، بعد ذلك بدأوا يتحولون إلى الحرف اللاتيني يعني استخدامات أسهل ولهذه الأشياء، أما الحرف العربي ما زال له الألق وله التطور، وهو حرف متجدد، يعني كل شيء يأتي إليه إلى كثقافة يؤدي الحرف العربي هذا الأداء بشكل جيد وبشكل ممتاز. نعم، نحن بلشنا بأضحى مبارك، بأضحى مبارك، خلينا نعم، نحكي عن نوع هذا الخط، شو اسمه هذا هذا الخط؟ الخط خط ديواني، وهو خط لين ويستخدم كثيرا في المعايدات، ويستخدم أيضا في بطاقات الأفراح، لأنه خط مطواع، ونجد سهل ليونت القراية. أي قراءته سهلة وواضح. عم نشوف كتير هيك كمان دارج انه وصل للعبارة كلها، هيك الأحرف وصلها ببعضها. قديش اليوم الفنان أو الخطاط هو قادر انه يوصل هاي الرسالة أو الكلمة وهي موصولة ببعضها؟ تماما، طبعا التداخل، الحقيقة يعني جمالية الكتابة ليست مجرد أنه في بعض الأماكن يجب أن يكون الخط واضح 100%، يعني خط الصحف، خط الكتب، يعني في أشياء يجب أن يكون واضح 100%، وفي بعض الأشياء مثلا كاستخدام عبارة في لوحة،
يعني هذه اللوحة مثلا سأعلقها في منزلي وسأشاهدها تقريبا كل يوم عدد من المرات. يجب أن يكون فيها تفاصيل جمالية، يجب أن لا تكون مجرد بونت عريض يعني كأنه هدفها مو عنوان بس جريد، قراءتها. مو بس القراءة أيضا الجمالية. فهذا التداخل وهذا التناسق ودراسة كتلة الحرف وكيف ينسج تنسجم الأحرف مع بعضها بنفس الخط، هذا كله بيعطي جمالية، صح. جمالية عالية. نعم، وهنا يعني مثلا دخلنا الراء مع الألف حتى يعطي، لا تعطي الفراغ الموجود فوق الراء بهذا الشكل. ومبارك أستاذ أدهم، يعني دائما في تطورات، اليوم خلينا نحكي شوي عن التطورات العلمية للخط العربي. نعم، والله التطورات العلمية أول شيء من خلال الكمبيوتر، يعني استخدام الفونتات، هذه الكتابات دائما يصدر فونتات جديدة وخطوط جديدة في الكمبيوتر، وتستخدم هذه في كل المناحي، إن كان في الانترنت نفسه في الكمبيوتر أو من خلال الطباعة في الكتب وفي الإصدارات العلمية أو في الصحف أو في المجلات العلمية، كلها لها استخدام للحرف العربي. وأيضا تطوير، يعني كل فترة يعني يصدر خطوط جديدة تواكب شيء معين وتناسب شيء معين. كتير في أدوات تشكيل للكلام عم نعم، نشوفك عم تحطها، هي قديش بتضيف كمان جمالية، وقديش يمكن استخدامها مثل ما عم بيقولوا بالعامية هيك ما بيزغل العيون، انه تماما يمكن تضيع انت قد ما في تشكيلات. مثل ما قلنا قبل شوي، يعني نحن يعني لدراسة كتلة الكلمة وفراغاتها مهم جدا. بس مو كل خط بيلبق له التشكيل. اي صحيح، مو كل الخطوط خلينا تشكل. نشوفها. وين استاذ فادي؟ ما بدنا نشوفها. يلا عند اكرم، اضحى خلينا مبارك هيك نشرح عن بالخط الخط. الديواني. طبعا هنا الخط الديواني تداخل ليونت الحرف وتداخل بعض الأحرف مع بعضها بهذا الشكل، وأيضا توضع التشكيلات. توضع التشكيلات بعض الأحيان يكون فوق الحرف بعض الفراغات أو هذه الأشياء، نستخدم التشكيلات باستخدام أول شيء لغوي بوضع التشكيلة في مكانها، مثلا مبارك ضمة مضمومة والفتحة على الباء مبارك والراء مفتوحة، فاستخدمنا هذه التشكيلات في مواضعها، أيضا ساعدت في تكوين الخط وتكوين اللوحة جمالية. ووصول كمان المعنى، يعني وصول المعنى الخط العربي له جمالية وله معنى أيضا، تمام. المفروض أنه هو يوصل منه. يعني في جماليتين، أول شيء جمالية الشكل وأيضا جمالية العبارة، يعني لما تكون العبارة على مستوى عالي من الجمالية. ولا يكتب يعني في لوحات الخط العربي لا يكتب شيء بسيط أو مبتذل، إنما يكتب دائما أشياء، له معنى أشياء عميق، جميلة، بيت شعر جميل، حديث شريف، آية كريمة. هذه بعض إيصال الجمالي، أيضا استقرار المعنى في القلب. نعم، هذا بيعطي كمان جماليات أعلى. يعني أستاذ أدهم، بالنهاية خلينا شوي نحكي اليوم كيف وقع تدريس الخط العربي بشكل عام بسوريا، وهل لسه في ناس مقبلة لتتعلم الخط العربي؟ أول شيء في إقبال شديد، وفي شيء جيد جدا أن في وزارة التربية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثامن في مفردات اللغة العربية، في مواد اللغة العربية يوجد مادة الخط ولها محصلة ولها امتحان، فهي تؤثر على كل الطلاب بأن يحسنوا خطهم، وفي كل امتحان يوجد سؤال خط. الحقيقة يدخل الكتابة والخط في كل المواد، يعني الطالب يكتب كل المواد، فلذلك يجب أن يتقن هذه الكتابة، وهو سيكون سعيد جدا عندما يكون دفتره مرتب، عندما تكون كتاباته مرتبة. وكثير من الطلاب عندما يتلقوا هذه الأنواع من الخطوط فورا مباشرة يبدأوا بالتدريب وتقليد هذه الخطوط، وكثير منهم يعني يعطينا لوحات جميلة، وبيصير في إبداع أحيانا، إبداع يعني أيضا عند كثير من هي الحقيقة في نعم. يعني ما في، أنا درست في صفوف كثيرة، ما في صف إلا يخرج منه طالبين أو ثلاثة
عندهم موهبه جيده جدا. ان شاء الله يستمروا بهذا الشيء. استاذ ادهم نحن كثير بدنا نتشكرك، وان شاء الله بينعاد عليك وعائلتك بالخير يا رب. وانتم بألف كل عام وانت بألف خير، وشكرا لك. كل عام وانتم.